هذا سائل يقول: في قول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يقول هل يوجد غلو بحق؟ يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يقول هل يجوز، هل يوجد غلو بحق؟ لا، ما في غلو بحق، الغلو كله منهي عنه ومحرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني دينكم ما هو حق، يقولون عيسى ابن الله أو هو تقولون عيسى ابن الله أو هو نعم أو هو ثالث ثلاثة أو هو ابن الله أو هو الله، لأن ثلاث طوائف النصارى، منهم من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا أشد، منهم من يقول المسيح ابن الله، وهذا أيضا الله ليس له ابن ولا شريك، هذا مثل اللي قبله، مثل الذي قبله في الإثم، لأن الله ليس له ابن وليس له شريك وليس له شبيه سبحانه وتعالى. نعم.